انا عايز اقول لك على حاجه، الانسان لازم يعيش حياته الطبيعيه. وانت كده عايش حياتك الطبيعيه؟ طبعا. حياه مقرفه جدا يا عبد الجبار، والغريبه انك انت لو رفضتها علشان مقرفه هتبقى مقرفه اكتر. طب والحل؟ الحل بسيط، انك تعامل الحياه بقوانينها علشان تتمتع بجمالها. المجتمعات المتخلفه يا عبد الجبار ما تعرفش حاجه اسمها العلم، واي محاوله لتغيير حركتها بقوانين علميه تعتبر محاوله غير علميه في حد ذاتها.